طيب إذا قالك الجهمي كيف استوى؟ قال الجهمي والله أنا أريد أصير سني لكن اقنعني، أقنعني يا سني. جهمي ينفي صفات الله، يقول أقنعني الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قل له كيف ذات الله؟ سيقول ها لا أعلم. الجهمي يؤمن بأن لله ذات لكن بلا صف بلا أسماء ولا صفات، فيقول أريد أن أقتنع. مثلا لو جهمي هداه الله ها يريد أن يقتنع، قال أريد أن أقتنع لكن بين لي الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل له كيف ذات الله؟ سيقول لا أعلم. وقل له وأنا لا أعلم. لماذا؟ لأن في قاعدة ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، قال فيها القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي، فلله صفات لا نحيط بها علما ولا نعرف كيف هي. لا فرق بين صفات الله وبين ذات الله. لله ذات ليست كالذوات، لله صفات ليست كالصفات. لله ذات لا نحيط بها علما، لله صفات لا نحيط بها علما. لله ذات ما تدري كيف هي، وأنا أيضا أقول لله صفات لا أدري كيف هي، والحمد لله. ولذلك الإنسان يجهل أشياء كثيرة من مخلوقات لا يعرف كيف هي، لا يعرف كيف هي، ومع ذلك لو أراد أن لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا ولا يركب شيئا ولا يستعمل شيئا إلا يعرف كيف هو لهلك. كلما جاء طعام قال لا ما أكل حتى أعرف كيف صار هذا الطعام، ها لا أشرب حتى أعرف كيف هذا جاء الماء، لا ما أشتغل ما أركب سيارة حتى أعرف كيف تشتغل هذه السيارة، لا ما أستعمل الجوال حتى أعرف كيف، لا كيف. إذن حينئذ أنت ستتعذر حياتك. ولذلك رب العالمين يضرب لنا مثالا عجيبا يذكره أهل العلم، يقولون رب العالمين يقول يسألونك عن الروح، ها قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.